بقلب على السوشيال ميديا على الانستجرام، فلقيت برنامج لعمرو اديب وموضوع الحلقة عن المج النظيف، في واحد من الطب القصر العيني بيتكلم مع عمرو اديب على الهوا على التليفون. فعمرو اديب بيسأله: طب انا ازاي اعرف المج الكويس من المج اللي مش كويس؟ فالتاني رد قال له عليه قال له: احنا كشعب عربي او مصري بقى مش فاكر بنحب الحاجات الرخيصة. يعني منتجات مصرية فاش تصدقوني. ولو ماسك المج ماسك المج تخيل انت كده ماسك المج وفي حيوانات، في بقرة جوه، في كلب، في قطة، تخيل بتشرب والبقرة تطلع في بقك. والله عندنا الشعب المصري وعمرو أديب ده، والله دي حكاية. والله صدقوني انا نفسي اعرف الاعلام المصري بتاعنا هو تعبان، هو بيشتكي من حاجة للدرجة دي؟ عمرو أديب والإعلام بتاعنا مش لاقيين حاجة يتكلموا عليها، فبيتكلموا على المجات، يتكلموا على حاجات يا جدعان تنفع الشعب المصري الغلبان اللي مش لاقي ياكل يا جدعان. تسألوني أسأل واحد صاحبي، أسأله هو إزاي أعرف المج الكويس من المج اللي مش كويس؟ هو أنا أسأله هو أنا إزاي أعرف المج الكويس من المج اللي مش كويس؟ انا هقول لك ازاي تعرف المج كويس من المج مش كويس. امسك المج وارميه في الارض، اذا اتكسر يبقى مج مش كويس، واذا ما اتكسرش يبقى مج مية مية.